سلام أصدقاء وصديقاتي، فيديو اليوم رح يحكي عن النسوية. بهمني أنوه إنه كل معلومة رح تذكر بهذا الفيديو أو أي محاولة للتطرق لأي موضوع بيتعلق بالنسوية فهو نتيجة لتجربتي ونظرتي لهذا الموضوع. لما بتسمع كلمة نسوية أو فيمينيزم، شو التعريف اللي بيطلع في بالك أو في بالك؟ وإيش الأفكار، الآراء، الأمور اللي بتسمعها بالمجتمع اللي بتتعلق بهذا المصطلح؟ قبل تقريباً 100 سنة كان ينفع أحكي لكم صح أو خطأ وأحكي لكم إنه في تعريف خاص واضح ثابت لإيش يعني نسوية. ولكن اليوم إحنا عايشين بعالم اللي فيه منقدس الفرد وتفرد الفرد، بما معناه كل شخص مننا مركبات هويته بتختلف، حتى لو إننا ربينا بنفس البيت، حتى لو إننا أصدقاء وفي بيناتنا تجارب مشتركة، ولكن مركبات هويتي بتختلف عن مركبات هويتك أو هويتك، لهيك وبالتالي نسويتي بتختلف عن نسويتك أو نسويتك. ما فيش شيء اسمه صح انت نسوية، خطأ انت غير نسوية. بنزعج من النسويات اللي ممكن يجي يقولوا انت مش نسوية لانه انا تعريف النسوي مختلف عن شو انت، لانه تعريف نسوي هو حسب المركبات تبعت شخصيتي، الجيل، الاشياء اللي بحبها، شغلي، وضع الاقتصادي، البيت اللي جيت منه، الديانة اللي انا بنتمي لها، فنسويتي كثير بتختلف. كل مره بنعرف فيها نسويتنا، وطبيعي جدا انه نسويتنا تختلف من فتره لاخرى. مرق كثير تعريفات براسي لحد ما اخذ هيك، وبعد رح يمرق. بفكر اذا رح احضر هالفيديو كمان 10 سنين رح يكون في تغيير. المهم والاهم احنا كافراد نكون مآمنين بهذا التعريف، عم نحقق ذاتنا على كل الاصعده بطريقه حره، بنعرف شو واجباتنا وحقوقنا وبنمارس نسويتنا بالطريقه اللي بتناسبنا. إذا أنت رجل بتآمن بالمساواة، وإذا أنت امرأة بتآمن بالمساواة، النسوية لازم تكون مفهومة ضمن بالنسبة لك، لأنه ما ينفعش يكون في عنا إنسان بآمن بالمساواة هو منفتح وشخص مسالم وبعده بفكر إنه المرأة غير مساوية للرجل، وهو موجود بسلم أو بهرم أعلى من المرأة بس لأنه رجل. أنا مع إنه يكون في أفراد اللي حسب القدرات والإمكانيات تبعتهم يتقدموا بالحياة بدون ما يكون في حواجز بس حسب الجندر تبعهم أو حسب كونهم رجل أو امرأة. فرق بين إذا أنا بقدم تنازلات كفرد وأنا ما أنا بقدم تنازلات لأني مرأة، في فرق كثير كبير. والحياة ما بتعني إنه إحنا رح نحصل على كل شيء. أنا سبيلا ما بحكي عن نسوية مش معناها إنه أنا اللي بدي إياه وبصير، لا لا بالمرة مش هيك، لا عند أهلي ولا مع أصدقائي وصديقاتي ولا مع شريك حياتي. أنا بقدم تنازلات، مجبورة أقدم تنازلات كوني فرد بعلاقات اجتماعية، ولكن أنا ما بقبل أني أقدم التنازلات بس لأني امرأة. بس نصير نفهم الفرق، نصير نشوف أنه النسوية هي شيء مش عاطل، شيء بده أفراد تتعايش لتكون موجودة تحقق ذاتها، يكون عندها موارد مساواة بس لكونها أفراد بغض النظر عن الجندر والجنس تبعها. وإذا شي يوم رح نوصل لهذا الوضع، أفكر الحياة رح تكون أجمل. المساواة بتبدأ من رفع الوعي والحديث عن النسوية وعن أهميتها، تبدأ من التربية. أنا بفكر إنها ممكن تبدأ من اللحظة اللي فيها بنعرف إنه إحنا رح يكون في عنا مولود جديد. إذا بنعرف شو الجنس تبع هذا المولود بنعطيه لون واسم وشكل وأحلام ومهارات بس على شنه ذكر أو أنثى. إذا من الطريقة اللي فيها متعامل مع ابننا أو بنتنا باليوم يوم، من حقوقهم وواجباتهم في البيت، من الألعاب اللي بنعطيهم يلعبوا فيها، من كيفية التعامل مع مشاعرهم، من توقعاتنا منهم، من كيف بتطرقوا لإلهم بالمدرسة وتحصيلهم العلمي، ولأنها أنثى فهي ممكن تكون متميزة بمواضيع معينة، ولأنه ذكر ممكن يكون متميز بمواضيع معينة، من الطريقة اللي بيشوفوا حالهم فيها في اختيارهم للمجال المهني. هل الاشي بيتعلق ميولهم كأفراد ولا شو مناسب لإلهم، لأنه النساء لأنه رح يتجوزوا ورح يجيبوا أولاد ورح يشتغلوا وهاي الوظيفة ممكن تناسب لإلهم، أو لأنه ذكر ولأنه لازم يحقق نفسه ولازم يشيل معاش عالي. من اختياراتهم لشريك حياتهم لطريقة تعاملهم وتواصلهم بالعلاقة، نسوية موجودة بكل محل حرفيا. ولما تحط هذول النظارات بصير كثير صعب تشوف الحياة مش من هالنظارات.
اصلا بقول انه في كثير رجال نسويين، بس لانه مفهوم النسويه عندنا شوي هيك متطرف ومخيف، فهني ما بعرفوا نفسهم كنسويين، ممكن بافعالهم يكونوا نسويين. النسوية ممكن تساعد الزلام زي ما بتساعد النسوان. اليوم في كمان ثمن الزلام بدفعوه كونهم عايشين بمجتمع ذكوري، اللي بيبدأ من إنكم ما تحكوا عن مشاعرك وبأنه في ستاندرد معين لازم تكونوا فيه، لازم أنتوا تبنوا البيت، وضعكم الاقتصادي وكل هالأمور. الرجال موجودين بمحل اللي عليهم ضغط اجتماعي جدا كبير، مش عن جد منفع يحكوا عن مشاعرهم. نجاحهم الاقتصادي بفرجي مدى رجولتهم، هني اللي لازم يبنوا البيت، هني اللي لازم يكونوا المسؤولين الأساسيين عن اقتصاد البيت. تحقيقهم الذاتي مش عن جد مهم إذا حياتهم المهنية ما كانت مكللة بنجاحات اقتصادية. المساواة اللي عم نحكي عنها مفيدة لكل المجتمع. تخيلوا إنه نصف المجتمع موجود بشكل متساوي بسوق العمل، تخيلوا التأثير الإيجابي على الاقتصاد. تخيلوا نحن عايشين بعالم اللي فيش فيه عنف، اللي الأولاد مش عن جد لازم يشوفوا أبوهم عم يضرب أمهم. تخيلوا قديش التربية رح تكون مختلفة، تخيلوا قديش المجتمع رح يكون في تناغم بسلام صحي أكثر. الرجال والنساء، كمان مرة، الرجال والنساء بيحق لهم يحصلوا على مساواة على جميع الأصعدة، يكون في عندهم فرص متساوية، موارد متساوية، إمكانيات متساوية، وتحقيق ذات متساوي. أنا بفكر إنه ولا مرة رح نوصل للنتيجة إذا زلام ما كانوا شركاء لإلنا. يعني أنا ما كنت بوصل لهالمحل إذا ما كان شريك حياتي زوجي وأبوي جزء من النضال تبعي. فإحنا ما بدنا نقيمكم يا زلام على جنبه، ما بدنا نأخذ محلكم، إنه في اختلاف بيننا، اختلاف بيولوجي، ولكن أنا ضد إنه هذا الاختلاف البيولوجي يكون في فرق متفاوت بينه. لهيك عشان نحاول نحقق هاي الأهداف أو نحدث هذا التغيير، المفروض نبدأ نربي بناتنا بطريقة مختلفة وولادنا بطريقة مختلفة، لأنه بس سوا وباشتراكية رح نوصل للهدف. فبحب تكتبولي بالكومنت إذا في أي مواضيع اللي بتحبوا هيك أخصص لها فيديوهات موسعة وأحكي فيها عن تجربتي من منظاري الخاص، وبحب تشاركوني برأيكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ليوصلكم كل جديد من قناتي. لنا لقاء.